بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه أجمعين. النهاردة إن شاء الله في مجال تبسيط العلوم هنبدأ مع بعض مع دراسة للدولة العباسية، مراجعة سريعة كده على الدولة العباسية للصف الثاني الإعدادي. نأمل أن يكلل مجهودنا إن شاء الله بالتقدير ويعود بالفايدة إن شاء الله على أحبائنا المنتسبين لمدرسة رياض الصالحين الخاصة بالمنصورة. ينتسب العباسيون إلى العباس بن عبد المطلب عم الرسول. طبعا بدأت الدعوة العباسية من بداية القرن الثاني الهجري حتى نجحوا في هزيمة الأمويين في عام 132 هجرية في معركة الزاب. واستمر حكم الدولة العباسية أكثر من خمس قرون، بالضبط 525 سنة. تولى على حكمها 37 خليفة. كانت الكوفة العاصمة في البداية وبعدين تغيرت زي ما هنشوف بعد كده. طيب العصر العباسي مر ب اولا مرحلتين، المرحلة الأولى أو العصر العباسي الأول من 132 هجرية ل 232 هجرية، يعني 100 سنة. والعصر العباسي الثاني من 232 حتى 656 هجرية. طبعا العصر العباسي الثاني ده تميز بالضعف والانهيار، ظهرت فيه الكثير من الدول المستقلة وطمع فيها الوزراء الصليبيون والتتار، وهنعرف ايه اسباب الضعف بعد شوية. طيب لماذا يسمى العصر العباسي الاول بالعصر الذهبي؟ ده سؤال ممكن يجي لك. بماذا تفسر تسمية العصر العباسي الأول بالعصر الذهبي؟ إنه عصر القوة والازدهار ووحدة الدولة، وعصر الإصلاحات في كافة مجالات الحياة. طيب هنتكلم عن أشهر خلفاء الدولة العباسية، ونبدأ كده مع بعض بالترتيب. أول حاجة أبو العباس، طبعا هو أول خلفاء العباسيين أبو العباس، ولد بقرية الحميمة بالأردن سنة 104 هجرية. تولى الخلافة في الفترة من 132 ل 136، يعني أول أربع سنين. أعماله بقى قضى على كل المعارضين له، نقل عاصمة الخلافة إلى الكوفة ثم الأنبار بالعراق، جدد الطريق بين مكة والكوفة وزوده بالمنارات لهداية المسافرين. يبقى دي أشهر أعماله، إنه المعارضين قضى عليهم، نقل عاصمة الخلافة للكوفة وبعدين الأنبار. طبعا كان بيهتم بالعراق، عشان كده جدد الطريق بين مكة والكوفة وزوده بالمنارات لهداية المسافرين، باعتبار ان الكوفة عاصمة الخلافة. طيب بعد كده جه ابو جعفر المنصور. يبقى قلنا ابو العباس، بعد كده ابو جعفر المنصور. وابو جعفر المنصور ده تولى الخلافة بعد ابو العباس، هو المؤسس الحقيقي للدولة العباسية، لانه قضى على الثورات والفتن ونشر الامن وراقب الولاة حسبهم، وبنى مدينة بغداد واتخذها مركزا للخلافة. يبقى بدأ يركز على بغداد واتخذها مركز للخلافة. يبقى دي اعماله، يبقى هو المؤسس الحقيقي للدولة العباسية، تولى بعد اخي ابو العباس وقضى على الفتن والثورات ونشر الامن وراقب الولاة، وبعدين بنى مدينة بغداد واتخذها مركز للخلافة في عهده. طيب هارون الرشيد بقى بعد وفاة ابو جعفر المنصور تولى ابنه المهدي الخلافة من 158 ل 169، فجعل ولاية العهد بالتناوب لولديه الهادي وهارون الرشيد. الهادي تولى الحكم سنة واحدة
بعد تولي الخلافة أخيه هارون الرشيد وعرف بالشجاعة والأخلاق وتحمل المسؤولية والتدين، وتميز عهده باتساع رقعة الدولة، ازدهار الزراعة والصناعة والتجارة، شيدت في عهده القصور والحدائق والأسواق وازدهار العلم وقرب إليه العلماء. المأمون تولى الخلافة بعد وفاة الرشيد الأمين، استمر الحكم 5 سنوات، ثم تولى بعده المأمون وهو عبد الله بن هارون الرشيد. ولد سنة 170 هجرية ونشأ نشأة إسلامية، وكانت سيرته سيرة طيبة بين الناس. طيب بماذا تميز عهده؟ بالعفو والعلم والعطاء، العناية بالعلم والعلماء، قضى على الثورات والفتن، شجع حركة الترجمة، يبقى موضوع الترجمة الجديد حتى يستفيد علماء المسلمين من مؤلفات الحضارات الأخرى. المعتصم استمرت خلافته 8 سنوات و8 أشهر، ولد سنة 180 هجرية من أم تركية، وتولى الحكم بعد أخيه المأمون. طبعا بنى مدينة سامراء، والحادثة أو الحكاية الشهيرة لما استنجدت به أحد نساء المؤمنين وقالت: ومعتصمة وتحرك لأجلها وانتصر على الروم وفتح عمورية من أجل كلمة امرأة استنجدت به، وتم بالجيش للقضاء على الثورات. طبعا عرف عنه قوة الجسم والشدة في الحرب وغيرته على الإسلام والمسلمين. طبعا غيرة على الإسلام والمسلمين لما سمع كلمة من سيدة، حرك جيش كامل، ده من الغيرة على الإسلام والمسلمين، وكان سديد الرأي وكريما وعطوفا على الفقراء. طيب الفتوحات بقى في عهد الدولة العباسية. امتدت الدولة العباسية شرقا لبلاد ما وراء النهر، وغربا للمغرب الأقصى، شمالا إرمينيا، وجنوبا إلى النوبة. يبقى دي الفتوحات في عهد الدولة العباسية. طيب بما تفسر ضعف وسقوط الدولة العباسية؟ سؤال مهم جدا، يعني لما وصلت للقوة دي ايه سبب بقى ضعفها؟ أولا سيطرت العناصر غير العربية، الأتراك والفرس والروم، على نظام الحكم والإدارة. ثانيا اتساع الدولة العباسية وصعوبة السيطرة عليها، مما أدى إلى زيادة الأطماع بها. الصراع بين أفراد البيت العباسي على الحكم بسبب تولية العهد لأكثر من واحد. تولى الحكم خلفاء ضعاف اتجهوا إلى حياة الطرف. يبقى دي 4 أسباب لسقوط الدولة العباسية. طبعا نهاية الدولة العباسية بسقوطها على يد التتار. تم إحياء الدولة العباسية مرة أخرى في مصر على يد الظاهر بيبر سنة 659 هجرية، واستمرت الخلافة العباسية حتى تم الفتح العثماني لمصر عام 1517 ميلادية. شكرا جزيلا، نأمل إن احنا نكون توفقنا في الشرح ويكون بالفايدة إن شاء الله، وتعود عليكم بالفايدة بإذن الله، والسلام عليكم ورحمة الله.